إذا مراجعة الأورام لأطباء الباطنة، راح نبدأ بالأورام الدموية واللمفومات. اللمفوما طبعا هو المرضى اللي عندهم عقد لمفاوية رخوة وصغيرة، عادة متحركة بحرية، أحيانا بتكون في موقع واحد، أحيانا موقعين متجاورين. ممكن يكون ما في عندهم أي قصة مرضية، وحتى بالفحص السريري ممكن أحيانا يكون ما في موجودات مهمة. منتابعهم أحيانا لست لثمان أسابيع، ممكن نعطي صادات حيوية نشوف زالوا أو ما زالوا، ما ضروري نطلب فحوصات أخرى وتصاوير أخرى. العقد اللمفاوية العرضية يعني تترافق مع أعراض جهازية الحرارة والتعرق الليلي ونقص الوزن اللي بيسموها هيدي أعراض البي، طبعا نطلب مزيد من التقييم. وتشخيص اللمفوما دائما نطلب خزعة استئصالية، يعني نستأصل العقد اللمفاوية، ما بنستخدم رشف الإبرة الرفيعة الـ FNA هون بهي الحالة. طبعا لما بنشخص اللمفوما من خلال خزعة العقد اللمفاوية لازم نعمل تصوير طبقي محوري كامل للجسم أو الإصدار البوزيتروني، ونعمل خزعة نقي العظم عشان نصنف المرحلة اللي وصل إليها اللمفوما. طبعا اللمفومات نوعين، هوتشكين نو هوتشكين، ممكن نصنفها حسب يعني المجموعات الإنذارية، اللمفومات البطيئة، اللمفومات العدوانية وعالية العدوانية. طبعا اللمفومات البطيئة هي مثل اللمفومات الجريبية المالطة وبيضاد دم مزمن وبيضاد دم ذو الخلايا المشعرة، هذول يدخلوا ضمن الأورام اللمفاوية البطيئة. أما العدوانية، لمفوم الخلايا البائية الكبيرة المنتشرة، ولمفوم خلية مانتل، ولمفوم هوتشكين. طبعا نحكي اول شيء عن لمفوما هوتشكين، بتنشا دائما من الخلايا البائيه الى ذروتين بالعقد الثالث، يعني بالثلاثينات وبالسبعينات. طبعا تظاهرات عاده تتظاهر بشكل ضخامه عقد لمفاويه، عاده غير مؤلمه، واحيانا الالم بيتحرك بالكحول، يعني ما بيشرب مريض كحول بيصير العقد اللمفاويه مؤلمه، بتصبح مؤلمه. طبعا مطاطية القوام عادة بالرقبة، ممكن يعني نشوفها على صوت الصدر أحيانا بشكل لا عرضي. بعض المرضى بيعانوا من أعراض البي سيمتومز اللي هي نقص وزن والحرارة والتعرق الليلي، الحكة أحيانا مميزة وضخام الطحال والكبد حسب المرحلة اللي وصلت لها. مخبريا بنشوف ارتفاع الكريات البيضاء والصفيحات وانخفاض في اللمفاويات وارتفاع سرعة التصفل. إذا عملنا خزعة من أحد العقد اللمفاوية ظهر لنا خرايا ريد ستيرنبرغ اللي بتظهر بشكل عيني البومي اللي شايفينها باليسار. طبعا بس شخصنا اللمفاوما من خلال خزعة بنلجأ لتصوير مسح البوزيتروني، خزعة نقي العظام لما بصير في عندنا أيضا اضطرابات دموية مشان نصنف المرحلة. طبعا لمفوما هوتشكين قابلة للشفاء، يعني إنذارها جيد، نستخدم فيها نظام الأبي في دي اللي هو عبارة عن أدوية متعددة، أدريامايسين، بليومايسين، فينبلاستين ودوكسيروبسين، طبعا متبوعة بالعلاج الشعاعي لجميع المرضى بغض النظر عن الإنذار. طبعا ونتابع المرضى بالبيت سكان، إذا كان البيت سكان سلبي بعد كورسين أو ثلاثة من العلاج الكيماوي بيكون غالبا يعني احتمالية الشفاء أكثر من 90%. في ناس بينكس عندهم الورم وبيكون حساس للعلاج الكيماوي، هدول يفضل نعمل لهم زرع نقي ذاتي. اما اللي بيكون عندهم مرض مقاوم ممكن نلجأ لزرع النقي الخيفي يعني من شخص اخر. طبعا كل المرضى لازم نراقبهم بعد سواء اللي شفيو او اثناء المعالجه، لانه ممكن يتعرضوا لخطر سرطانات ثانويه، مثلا ممكن نشوف فيما بعد سرطان ثدي، سرطان رئه، سرطان جلد، او حتى الام دي اس. الام دي اس هو عسر تصنع النقي. بالنسبه للنساء بشكل عام بشكل سنوي بنضل نعمل لهم تصوير ثدي ماموجرافي شعاعي، ممكن نعمل رنين مغناطيسي ايضا للنساء اللي خطورتهم عاليه، بيكون ادق يعني، وخاصه النساء اللي يعني اخذوا اشعه في سن مبكره. طبعا ملاحظه مهمه ثانيه، انه اي مريض لمفوما تعرض لتشعيع للمنصف وعم بيجيك بألم صدري، ممكن تعمل تقييم للشرايين الإكليلية بغض النظر عن عمره، لأنه ممكن يكون في عندنا مشكلة قلبية. أي مريض عندنا ضخامة عقد لمفاوية رقبية وضخامة منصفية أيضا. هاي الاستيجات اللي بنصنف فيها اللمفومات لما يكونوا يعني عقدة وحيدة بجهة واحدة بالنسبة للحجاب الحاجز، عقدتين أو أكثر بجهة واحدة بالنسبة للحجاب الحاجز تصنيف اثنين، تصنيف ثلاثة هو يكون بجهتين مختلفتين بالنسبة للحجاب، مثلا هون عقد منصفية وهون عقد حوالية الأبهر أو عقد.
الأبهار. بس صار عندنا ضخامة الطحال وضخامة الكبد، معناتها صار عندنا المرحلة 4. طبعا بغض النظر عن المرحلة، يخضع المريض للعلاج الكيماوي والشعاعي. لمفوما لاهوتشكين طبعا أشياء أنواعه، هو لمفوما الخلايا البائية الكبيرة المنتشرة، هو بالأشكال العدوانية زي أنزاله سيئة، وبعدها بيجي الشكل الجريبي. كمان أعراضه ضخامة قد لمفاوية وكبد وطحال وأعراض بي، وبيكون عدواني كثير فتطوره سريع إذا ما عالجناه. إخباريا بنشوف ارتفاع بالـ LDH، علاجه بغض النظر عن المرحلة أو الإنجال بنعطي الأرتشوب. هذا النظام هو الأرتشوب، هو عبارة عن ريتوكسيماب سايكلوفوسفامايد هيدروكسي درونوبسين أو دوكسيروبسين مع دريامايسين، يعني دوائين مع بعضهم. والأو يعني هو أونكوفين، الاسم التجاري للفينكريستين، والبي بريدني زولون. طبعا ممكن نضيف العلاج أشعة الشعاعي الموجه اللي عنده مرض كبير كثير، وممكن الحالات الناكسة نلجأ لزرع النقي الذاتي. الليمفوما الجريبية جزء من الليمفوما لاهوتشكين، يعني مي أشعة عادة بتتظاهر بضخامة قد لمفاوية بس بدون أعراض. طبعا بنأكد التشخيص عن طريق تحليل الوراثي الخلوي، الوراثي طبعا مشان نشوف الإزفاء تي 14-18 اللي بيعبر عن جين بي سي ال 2. طبعا ما بنعالج الا اذا ظهرت الاعراض، واذا ظهرت الاعراض بنعالج بالاشعه مع الريتوكسيماب. طبعا الامراض او الاعراض الجهازيه التعرضيه الريتوكسيماب مع العلاج الكيماوي، والزرع النقي الخيفي هو علاج شافي لكن وفياته كثيره. لمفوما المالت اللي هي لمفوما الانسجه اللمفاويه مرتبطه بالغشاء المخاطي، بتحدث بشكل شائع ناجمه عن عدوى مزمنه بالغشاء المخاطي بالملتويه البوابيه. سيره بطيء لا تعتبر من يعني العدوانيه، وتظاهراتها موضعيه يعني تظاهراتها معيديه، وعلاجها سهل جدا، هو علاج بالصادات الحيويه للملتويه البوابيه. مثلا نعطي العلاج الثلاثي كلاريبتوميسين اموكسيسيلين وامبرازول. ننتقل لبيضادات الدم، بيضادات الدم اللمفاوي الحاد الـ ILL. طبعا مرض هذا بصيب الأطفال عادة صغار السن، شديد العدوانية، بصيب الخلايا التائية والبائية. سريعا عم نشوف يعني ضخامة العقد اللمفاوي خاصة بالمنصب، والمشارات المخبرية اللي يكون فيها الأرومات كثير سريعة إذا يعني بيضاد دم لمفاوي بتظهر بضخامة عقد لمفاوية خاصة بالمنصف. ممكن نشوف نقص كليات بيض نتيجة تصفية النقي. في 30% من الحالات بنصاب الجهاز العصبي أيضا بضاد دم لمفاوي. العلاج هو علاج كيماوي مكثف مع زرع نقي خفيف، ولازم نحقن يعني السحايا بالأدوية الكيماوية مثل الميتوتريكسات سواء مع أو دون تشريع عشان وقاية الجهاز العصبي. أحيانا بيكون بعض هدول المرضى عندهم صبغي فيلاديفيا، فمضطر نعطي دواء هلا رح نشوفه يعني أمراض ثانية، ومثبطات تيروزين كيناز دازيتينيب طبعا بالإضافة إلى يعني زرع النقي والمعالجة الكيماوية. إذا بس هي حالة خاصة نضيف إلى مثبطات تيروزين كيناز. بيضاد دم النقوي الحاد الـ IML طبعا هذا تكاثر بالخلايا النقوية اللي ما بتنضج بشكل كامل. ممكن يعني يبدا بالتظاهر يعني لحاله منذ البدايه، وممكن يكون بعد التعرض احيانا لاشعاع، مثلا واحد بياخذ اشعاع او بنزن يعني تعرفوا هذا سام جدا، او احيانا نتيجه العلاج الكيماوي او نتيجه تحول من ام بي ان مايلوبوليفرايتس يعني نيوبلازم او الاورام النقي التكاثريه. طبعا ممكن يتظاهر بشكل نقص صفيحات بمظاهر النزف والكدمات والحبرات. ممكن نشوف ضخامة لسة، سرطان دم جلدي بشكل لويحات جلدية بنفسجية وغير رقيقة. من النادر أن نشوف ضخامة عقد لمفية أو ضخامة طحال أو كبد، إذا كانت موجودة لازم نفكر ب يعني تشخيص بديل. لاحظوا أنه يعني المرض هو بالنقي وليس بالغدد اللمفاوية، وأيضا حاد بيكون. ولما يكون عندنا يعني كريات بيض عادة مرتفعة بنصاب المرضى بمرض اسمه ليكوستازيس سيندروم، أو يعني متلازمة الركودة البيضاء، بتؤدي للزوجة لأعراض عصبية
مركزية ونقص الأكسجة، وممكن نشوف حتى على أصوات صدر ارتشاحات منتشرة. إذا مخبريا بنشوف فوق الدم نقص صريحات ارتفاع كريات البيض، ونشوف بيض المسحة المحيطية الأرومات. طبعا أحيانا بنشوف عصيات أور، شايفين هاي أرومة، وهذا هي العصية أور، هاي مميزة جدا للآي إم إل. طبعا بنبذل النقي أو بنعمل خزانة نقي، بنشوف الأرومات النقوية أكثر من 20%. طبعا في دراسية خلوية ممكن تصنف لنا المرضى يعني حسب الإنذار السيء أو الجيد. في الإزفاءات مثلا 15 17، الانقلاب 16، الإزفاء 8 21 إنذار جيد، والبقية إنذار سيء. طبعا في جزء من بيضاض السدائف النقويات الحادة، حالة خاصة من ار ام ال بسموه ار ام ال ام 3، له يعني هو كثير انواع، بس هذا النوع بالذات فيه اصفاء 15 17 اللي حكينا عنه انذاره جيد، وعندهم يعني خطر النزف بسبب الدي اي سي. اذا هذا الار ام ال ام 3 هو بيضاض سدائف النقويات بسموه بي ام ال. العلاج بيضاد دم النقوي الحاد، نقص صفيحات اذا كان عن نصف او عدد صفيحات تحت 10,000 خوفا من النزف الدماغي. والعمود الفقري بهذا يعني علاج بيضاد سدائف النقويات الحاد هو حمض الريتينويك اللي بسموه اترا، تمام، اول ترانس ريتينويك اسيد. طبعا الابيضاضات غير سلفيه النقويه، اذا هذا الام 3 الاترا، اما الابيضاضات الاخرى غير سلفيه النقويه ممكن نلجا لعلاج كيماوي ببعض الادويه يعني السيترابين السايكلين والديزاتيبين. اذا صار عندنا اعراض الليكوستاز سيندروم، لما يكون كريات بيض مرتفعه بشده، بصير في عندنا اعراض عصبيه وارتشاحات عصبية الصدر ونقص اكسجين، بنلجا لفصاده الكريات البيضاء. طبعا بعد ما تصير اول هدئه ممكن نلجا لزرع النقي الذاتي او الخيفي او بالنكس الاول او بثاني هدئه. احيانا تتطور عندنا متلازمه الحذاء الورمي عند بعض المرضى المعالجين اثناء العلاج، ويعني ممكن تمنع قصور كلوي نتيجه تراكم السموم مثل البوتاسيوم والفوسفور وحمض البول. بيضاد دم اللمفاوي المزمن سي ال ال، طبعا هذا متوسط العمر فيه 70 سنه، بيميل للحدوث عند الذكور. هذا له ميزات انه ممكن نكشفه بالصدفه، احيانا نكون عم نعمل تحليل لمريض جاي عندنا على الاسعاف على العياده، بيطلع كريات البيض اكثر من 50,000 واكثر من 25% منهم لمفاويات. اذا عملنا لطاخه دمويه بيطلع لنا خلايا لطاخه سموج سيلز. طبعا بنعمل له فلو سيتومتري، تدفق قياس التدفق الخلوي، بيبين لنا مستوصدات عصبيه الخليه اللي هن سي دي 5 وسي دي 23. العلاج هو علاج ريتوكسيماب مع علاج كيماوي خاصة المراحل المتأخرة والعرضية. في المرضى الكبار بالعمر ممكن نستخدم كلور أمبوسيل والإبروكتين. أما بيضاد الدم النقوي المزمن سي ام ال، هذا الإزفاء اللي معروف جدا 922 اللي اسمه صبغي فيلاديلفيا، بيميز هذا السي ام ال أو بيضاد الدم النقوي المزمن. ويعني المميز فيه انه بعض المرضى بيجوا عرضيين بضخامه طحاليه كبيره او كبديه، والمرضى بيتظاهروا عاده بالمرحله المزمنه، بنشوف زياده تعداد كريات البيض او الخلايا المحببه، الارومات بنشوفها اكثر من 10%، احيانا بتجي بمرحله متسارعه او مرحله الاروميه. الاختبار المؤكد هو نسبه وجود صبغه فيلاديلفيا بالاختبار الجزئي للجين بي سي ار او بي ال، الدم المحيطي او التحليل الوراثي الخلوي لنقي العظم. طبعا علاجه بنعطي الهيدروكسي يوريا عشان نخفف من كثره الكريات البيض، وبنعطي مثبطات التيروزين كيناز اللي حكيناها شوي لايماتينيب على راسه، والعلاج مدى الحياه. طبعا ممكن نلجا ل زرع النقي الخيفي بالحالات اللي فيها مرض متسارع او نوب ارومي. بيضاد دم ذو الخلايا المشعره، هذا عند الذكور اعمارهم يعني 50 سنه، طبعا نشوف في نقص في الخلايا الشامل كريات بيض صبيحات والخضاب، وفي ضخامة طحال دون ضخامة تعقد لمفاوية، هذا بيميزه هذا الشيء. إذا بذلنا النقي غالبا بيكون غير ناجح وجاف، وإذا عملنا لطاخة محيطية بيظهر لنا مظهر كلاسيكي اللي فيه نتوءات مثل الخيوط بتنبثق من سطح الخلايا،
لذلك سموه الخلايا المشعره. العلاج هذا النوعي هو الكلادروبين، الكلادروبين يؤدي الى هدأة كامله ودائمه في معظم المرضى. ننتقل الان للاورام الصلبه، راح نتحدث عن اهم واشياء الاورام الصلبه في جسم الانسان. بدايه عند الاناث يعني اشعة الاورام هو سرطان الثدي ثم الرئه ثم الذكور، فاشعة الاورام هو البروستات ثم الرئه ثم بيميز الاناث الثدي وبيميز الذكور البروستات، وباقي الاورام الشائعه بنفس الشيوع عند الاناث او الذكور. اما الموت فيتصدر سرطان الرئه السبب الاول للموت سواء عند الاناث او الذكور، بعدين بيجي سرطان الثدي عند الاناث وسرطان البروستات عند الذكور وثم القولون والمستقبل. نتحدث عن انواع المسرطنات، مثلا التدخين هو عامل الرئه والمثانه وسرطانات الراس والعنق وسرطان المريء. الكحول سرطان الكبد، سرطان الراس والعنق وسرطان المريء. التدخين والكحول له تاثير جمعي مع بعضهم على تطور سرطانات الراس والعنق والمريء. الاسبستوز بتعرفوا عن مرضى العمال الحجاره المطاط الى اخره. سرطان الرئه ميزوثيليوما جنب وحتى البريتوان سرطان الخلايا المتوسطه بسموه. اللي بياخذوا استروجينات ممكن يتعرضوا يعني مثل مانعات الحمل الترقية ممكن يتعرضوا لسرطان الرحم والمهبل وحتى الثدي. النترات ممكن يعني يتعرضوا لسرطان ممكن يؤدي لسرطان المعده. الدسم الحيوانيه الناس بتاكل دسم حيوانيه كثيره سرطان الكولون وحتى الثدي والبروستات. اللي بيتعرضوا لاشعاع ممكن يتعرضوا لبيضاضات الدم مثل ما حكينا من شوي وسرطان الدرق. في بعض الفيروسات والجراثيم ممكن تكون مسرطنه، مثلا الفيروس الحلقي البشري 8 هذا المعروف اللي بسبب جرن جابوزي. فيروس الكتاب كبد بي سي بيسبب سرطان كبد. الفيروس الحليمومي البشري الاتش بي في بيسبب لنا سرطان عنق الرحم، سرطان الشرج وسرطان البلعوم الفموي. طبعا فيروس ابشتان بار فيروس بيسبب الليمفومات بشكل رئيسي بوركيت وليمفوما هوتشكين وبسبب لنا كارسينوما البلعوم الانفي. فيروس الايدز بيترافق مع الليمفوما بوركيت وليمفوما هوتشكين. الملتويه البوابيه شفنا انه ترافقت مع الليمفوما مالطا او مالت ليمفوما. نبدا بسرطان الثدي، سرطان الثدي اذا هو الاكثر شيوعا عند الاناث والسبب الثاني للوفيات عند النساء حيث سبب الرئه والسرطان الاول للوفيات. عوامل خطر مهمة لسرطان الثدي مثلا التقدم بالعمر وهو العامل الأكثر أهمية، مثلا إذا في واحد عنده قصة عائلية قصة شخصية لسرطان الثدي ممكن ينكس بسرطان ثدي ثاني، أو إذا في عنده قصة مرض حميد في الثدي اللي بيصير في عندهم الحيض بشكل مبكر اللي بيولدوا أو بيصير عندهم ضهي بيتأخر أيضا. أي شيء ممكن يزيد الهرمون الاستروجين داخل ممكن يزيد التعرض للمخاطر، يعني المرض يقدر تاخذ استروجينات زيادة. القصه العائليه البدانيه ايضا وادمان تناول الكحول بكميات متوسطه الى شديده. سريريا عم نشوف كتله مسوسه ضمن الثدي، ممكن احيانا افرازات غريبه انقلاب حمى، ممكن نشوف علامه قشر البرتقال بسرطان الثدي الالتهابي. التشخيص اي موجودات مشتبهه بالفحص، يعني اي مريضه بتقول لك في عندي كتله او حس في كتله، نبلش بالخطوات التاليه. التصوير الاساسي المفضل هو الماموغرافي والايكو عند الحاجه زائد ناقص رنين مغناطيسي، يعني هذا ادق بس التصوير المفضل هو الماموغرافي. اي افه مشبوهه سواء بالجس سواء بالفحص السريري سواء بالتصوير الشعاعي سواء الرنين او الماموغرافي لازم ناخذ خزعه، ما في نترك اي افه من مشبوهه عنا بالثدي. اذا اكدت لنا هي الدراسه بعد ما اخذنا خزعه والدراسه من السي جي قالت لنا هذا السرطان الثدي غازي، الخطوه الثانيه نعمل المستقبلات تبعيته. المستقبلات استروجين بروجسترون اي ار بي ار، ونشوف الحالة يعني الهيرا 2 ان يو اي يو، هيدي اللي هي عبارة عن مستقبلات ايضا مهمة بالتحديد الانذار والمعالجة. اذا هلا سلبية يعني التصاوير سواء بالماموغرافيا او الايكو ما بيجي سرطان الثدي، لازم ناخذ واي كتلة من جثة لازم ناخذ منها خزعة حتى لو كان الماموغرافي طبيعي. تمام، اذا الخزعة بناخذها سواء بالفحص السريري شفنا كتله مشتبهه او طلع معنا كتله بالماموغرافيا او تصوير الشعاعي او الايكو. طبعا ما في داعي نعمل فحص للعظام ماسح او طبقي محوري او حتى وسيمات ورميه لنحدد مراحل سرطان الثدي، يكفي ان نعمل خزعه. العلاج طبعا العلاج في الثدي له عده مراحل وله عده اشكال.
سواء العلاج الجراحي او التجريف او التشعيع او المعالجه الهرمونيه والمعالجه الكيماويه، راح نتحدث عن كل وحده فيهم. العلاج المحافظ الثدي اللي بنستأصل يعني الكتله الوراميه مع تشعيع الثدي. طبعا لاحظوا انه نستأصل كتله وراميه مع العلاج الشعاعي مثل استئصال الثدي كاملا نتبوع بالعلاج الشعاعي والبقيه مماثله. اذا اين هو افضل انه نحافظ على الثدي جماليا؟ طبعا اذا كان البقيه نفسها ويعني الانزار نفسه فما في مشكله نحافظ على الثدي، فقط نستأصل كتله ونعطي علاج شعاعي. اما يعني الاورام اللي بتشمل الجلد وجدار الصدر واكثر من ربع الثدي خاصه سرطان الثدي الالتهابي، او في عندنا يعني مضاد استطباب للعلاج الشعاعي، مثلا واحد بتحسس من العلاج الشعاعي لازم نستأصل الثدي. اذا الاصل نعمل علاج استئصال ثدي محافظ يعني بس الكتله. اذا مش يعني في عندنا مشاكل ثانيه فبنفضل استئصال ثدي كاملا. يعني ممكن احيانا بمتلازمات سرطان الثدي العائلي نستأصل الثديين حتى لو كان الثدي يعني الثاني ما فيه شيء يعني وقائيا، لانه اي سرطان ثدي هو عامل خطر ليصير في يعني سرطان بالثدي الاخر. بنشوف العقد اللمفاويه القبطيه او اذا كان اي عقده شفناها حوالين الثدي وطلعت ايجابيه تمام فلازم نجرب العقد اللمفاوي القبطيه كله. طبعا يعني التشعيع الاورام الكبيره اللي حواف جراحيه مثلا اخذنا خزعه وطلعت الحواف ايجابيه، اي اصابه تشمل جلد او جدار الصدر بسرطان الثدي الالتهابي او العقد اللمفاوي القبطيه بده تشعيع اكثر من 4 طبعا. المعالجه الهرمونيه كل شيء عنده مستقبلات لازم نعطي معالجه هرمونيه. المعالجه الهرمونيه هو التاموكسيفين، بيقللنا من النكس لكن ما له علاقه بالبقيه، نعطيه من مده 5 الى 10 سنوات. بعدين لما بيصبحوا المرضى بعد سن الياس بنوقفه ونعطي مثبطات الاروماتاز، طبعا اناسترازول مثل اناسترازول. اما قبل سن الياس ما بصير نعطيهم مثبطات الاروماتاز. اذا بنضل نعطي تاموكسيفين 5 الى 10 سنوات، صار سن الياس بنعدل المريض على مثبطات الاروماتاز لمده 5 سنوات. العلاج الكيماوي بيمنعه بياخر النكس خاصه المرضى اللي عندهم مستقبلات هرمونيه سلبيه. اللي عندهم مستقبلات هرمونيه ايجابيه نعطيهم معالجه هرمونيه، اللي ما عندهم بنعطيهم علاج كيماوي. اللي عندهم هيرا 2 ايجابي لازم علاج كيماوي. الاورام عاليه الدرجه لما يكون في غزو لمفاوي لازم نعطي علاج كيماوي او العقد لمفاويه ايجابيه. طبعا اللي عنده سرطان ايجابي ثدي ايجابي الهيرا 2 بنستخدم معه اضداد وحيده النسيله مثل التراتوزوماب. طبعا بشكل سنوي بعد يعني العلاج سرطان الثدي بنضل عم نعمل ماموجرافي، ما في داعي لاختبارات دمويه ودراسات تصوير اخرى، بس بكفي بشكل سنوي نعمل ماموجرافي. سرطان البطانيه الرحميه بصراحه هن اكثر النساء اللي بيتناولوا تاموكسيفين تبع سرطان بطانه الرحم، بيتظاهر بنزف نسائي غالبا بعد سن 40 يعني بيكون غير منتظم، او النساء يعني حتى بعد انقطاع الطمس عم نشوف افرازات مهبليه بالنيه او حتى ورديه اللون. ناخذ مسحه من عنق الرحم بابا سمير ونشوف خلايا غديه تحوي على خلايا بطانه. المؤكد هو خزعه بطانه الرحم. طبعا بس شفنا سرطان بطانه الرحم استئصال جراحي العنق والرحم والملحقات، هذا الخط الاول بالعلاج جراحي. نبلش بقى بالعلاجات الشعاعيه والكيماويه بالحالات منخفضه مرتفعه الخطوره. اذا مريضه ما قبل العمل الجراحي مثلا كبيره بالعمر عندها امراض مضاد استطباب الجراحه نلجا للعلاج الشعاعي لوحده. سرطان عنق الرحم اشع شيء واشع عامل خطورته هو الهرمون الحيوي البشري ال اتش بي في اللي بيصير عندهم جماع بشكل مبكر او عندهم شركاء جنسيين متعددين والمدخنات. طبعا بشكل رئيسي نزف مهبلي شاذ يعني خارج الدوره، سواء يعني بعد الجماع، بعد الحيض، اثناء الحيض، بعد انقطاع الطمس، مع الم وافرازات غير طبيعيه اللي بتكون علامات متقدمه للمرض. ناخذ خزعه من العنق من الالات اللي واضحه علينا، او ممكن خزعه موجهه بالتنظير المهبلي كولوبوسكوبي جايدد بايوبسي. بالمراحل المبكره بنستأصل بشكل كهربائي العنق عشان يعني
مو العنق عفوا، الورم السرطان، مشان حافظ على القدره على الحمل. اللي خلصوا الحمل ما بيحملوا ممكن يخضعوا لاستئصال الرحم بدون استئصال العقد اللمفاويه، ممكن نلجأ للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة للعلاج الكيماوي بالسيسبلاتين مع العلاج الشعاعي. حال نكس في حال النقائل نعطي إشعاع موضعي ونعطي علاج كيماوي مع دواء اسمه فيباسومات. سرطان المبيض أشعة من الخطورة اللي هو عدم الإنجاب سن اليأس المتأخر، البلوغ المبكر بوليسيستيك أوفاري اللي هو المبيض متعدد، وأحيانا وراثة تلعب دور في سرطان المبيض. بيتظاهر بشكل سريع حبن احيانا بيجينا، البطن منتفخ متوتر، نزف مهبلي، احيانا بنشوف كتله حوضيه واضحه جدا. اي اشتباه بسرطان المبيض نعمل سي تي رنين مغناطيسي البطن الحوض والصدر، لانه يعني ممكن يكون في عندنا نقائل نشوف مده المرض وين وصلان. ممكن نستأصل يعني الكتله بشكل جراحي بدون خزعه عشان التشخيص، وهو افضل البقيه. يعني خلص نحن هذا المبيض يعني نستأصله بشكل كامل ونبعته على التشريح المرضي. اللي عنده مرض متقدم ممكن احيانا نشخص، يعني لما يكون في حبن نشخص من طريق يعني بزل الحبن او خزات الحبن او جنب مثلا او خزعه من البريتوان. ما في داعي لنستخدم يعني الوسمات الورميه سي اي 125 عشان نشخص سرطان المبيض، بفيدنا بالمتابعه يعني بالفحص السرير وال فحص الحوض والمتابعة بالوسمات الورمية مشان نشوف يعني النكس أو التحسن، بس ما في داعي يعني استخدامه للتشخيص. طبعا جراحة العلاج هو مع استئصال عقد لمفاوي داخل البطن، ما في داعي لعلاج كيماوي في المراحل الأولى من المرض 1A و1B، بالمراحل 1C وحتى المرحلة 4 نستخدم العلاج الكيماوي البلاتيني اللي هو كاربو بلاتين باكليتاكسول. سرطان الخصية عند الذكور طبعا هو أشع سرطانات الصلبة الخبيثة بالرجال، يعني خاصة بعمر الشباب 15-35 سنة. له نوعين، إما سرطان خلايا المنتشة الجيرم سيلز اللي هو 95% من الحالات، وأحيانا بيكون منوي أحيانا غير منوي، وفي نوع لمفوما كمان بيكون عادة يعني عند الكبار في العمر فوق 50 سنة. إذا شفنا سرطان الخصية فوق 50 سنة فهو لمفوما، عند الشباب غالبا سرطان خلايا المنتشة. العوامل الخطوره اللي عنده خصيه هاجره، اللي عنده قصه عائليه سرطان خصيه بالايدز والعقم، تمام، يعني عوامل خطر مهمه. بشكل بسيط بتظهر بشكل كتله في الخصيه، الم، نقص وزن مع ضخامه عقد لمفاويه خلف المساريقه، ممكن احيانا يوصل لنقائل رئويه. بالايكو بناكد وجود كتله، وايضا هون نستأصل الخصيه بشكل كامل، ما بناخذ خزعه من الخصيه، انتبهوا يعني هيدي خطا جوهري، ونبعث الخصية على التشريح المرضي ونعمل مقايسات البيتا اس سي جي، ال دي اتش، الالفا فيتو بروتين، بفيدونا بالتشخيص وهدول بفيدونا بالمراقبة. إذا هدول الوسمات الورمية هدول بفيدونا بالتشخيص. طبعا الالفا فيتو بروتين بتواجد بالشكل غير المنوي، ما بيرتفع بالشكل المنوي، ال اتش سي جي بيرتفع بالمنوي وغير المنوي. إذا الالفا فيتو بروتين هو مميز للشكل غير المنوي. لما بنشوف سرطان يعني خصية مشخص نسيجيا مع ارتفاع بالاف اف بي، خلاص هذا سرطان غير منوي وبنعالجه على هذا الاساس. العلاج هو مستأصل الخصية جراحيا وبنعمل تصوير بوزيتروني عشان نشوف اي كتلة متبقية مستأصلة ايضا. بالمرحلة الاولى من المرض ممكن نراقب، بالمراحل الثانية اي و بي بنعمل اشعه، بالمراحل الثالثه ويعني والرابعه بنستطب العلاج الكيماوي البلاتيني. لما يكون في عندنا نقائل وعندنا ارتفاع بالوسمات يعني نستطب العلاج الكيماوي. دائما بنضل عم نتابع بصوت الصدر عشان نشوف اذا في نقائل وسمات الورميه، تصوير بوزيتروني عشان نشوف اي وجود للبقايا الورميه. سرطان البروستات نسيجيا هو 95% أدينو كارسينوما. عامل الخطورة للعمر المتقدم، القصة العائلية، الوراثة، اللي بياكلوا شحوم بشكل حيوانية بشكل كبير. الانتباه أنه ضخامة البروستات ليست يعني الحميدة اللي بنعرفها هيدي، ما يعامل خطر لسرطان البروستات. المظاهر السريرية معظم المرضى الأعراضيين وقت التشخيص، ممكن أحيانا مسح روتيني للبي اس اي بتكون مرتفعة أكثر من 4
أو أحيانا نفحص مستقيم فشفنا عقيدات صلبة سواء بعد ضخامة البروستات أو بدونها، بس عم نشوف عقيدي، مظهر عقيدي. وأحيانا بيجينا المريض لأول مرة بضخام بانسداد بولي، وممكن هذا يجينا يعني بسياق الضخامة الحميدة، وممكن يجينا في سياق سرطان البروستات. نفسه الانحباس البولي ممكن يرفع لنا البي اس اي بغض النظر كان سببه حميد أو سرطان. إذا فانتبهوا يعني ما تقيسوا البي اس اي لما يكون في عندنا انحباس بولي حاد. تشخيصيا عند الشك سواء ارتفاع بي اس اي أو مس مستقيمي إيجابي لازم ناخذ خزعة موجهة عبر المستقيم، خزعة موجهة بالإيكو عبر المستقيم يسموها تي ار يو اس، يو اس يعني الترا ساوندز، تي ار ترانس ريكتال بايوبسي. إذا ناخذ خزعة موجهة عبر المستقيم ولازم نشوف الانتشارات والانتقالات وامتداد الورم بالمسح العظمي البون سكان، وممكن نعمل طبقي محوري ماسح للبطن والحوض. ثلاث استراتيجيات رئيسية لنصغر سرطان البروستات: الجراحة والأشعة والترصد. الترصد شو يعني الترصد؟ ممكن يعني المراقبة باستخدام البي اس اي والفحص المستقيمي، ونكرر خزع البروستات يعني العلاج الموضعي. فإذا يعني شفنا هنا بيرتفعوا عم بتكرروا عم يكبر الخزعة بتطلع إيجابية، فبنلجأ للاستئصال الجراحي. إمتى بنلجأ للترصد فعال؟ اللي عندهم خطورة منخفضة وحياتهم فوق 10 سنوات. أما بيكون سرطان البروستات موضع مع استئصال جذري مع معالجة شعاعية سواء من الخارج أو علاج موضعي. المعالجة الهرمونية نستطبها بعد العلاج الموضعي بالاستئصال الجراحي اللي عندهم خطورة عالية، مقيدات الجي ان ار اتش مثل الليبرولايد مدة 2 لـ3، خاصة إذا كان البي اس اي مرتفع بعد المعالجة الأولية. إذا النقائص السرطانية العظمية ممكن نعطيها أشعة أيضا سواء خارجية أو موجهة للعظم. إذا ما في أعراض موضعية ما في داعي للجراحة أو العلاج الشعاعي، لازم يكون عندنا أعراض موضعية. سرطان المثانة أهم عوامل خطورة التدخين. بعض الأدوية شافوا إنه بسبب سرطان المثانة مثل السايكلوفوسفامايد والزرنيخ والبلهاريسيا، طبعا بتجينا بشكل بيلة دموية وغير مؤلمة يعني مو مثل الحصيات. ممكن أحيانا أعراض احتباس بولي، ألم بالحوض والخاصرة. التشخيص نعمل تنظير مسامي، ناخذ خزعه ونقيم النقائل والمراحل خلال تصوير. المراحل المبكره ممكن نلجا لاستئصال ورم المثانه عبر الاحليل تيو ار بي تي، وممكن نحقن كيماوي ضمن المثانه. اذا غزت العضليه لازم نستأصل المثانه بشكل جذري ونعطي معالجه كيماويه وشعاعيه. النقائل اذا موجوده نعطي علاج كيماوي بليتينيوم، والعلاج المناعي يعني أجسام مضادة البيدي-1 بيمروزوماب أو نيبولوماب. سرطان الكلية أهم عوامل خطورة، في عندنا أمراض وراثية معروفة التصلب الحدوي فون هيبل لاندو أو أيضا غير عرضية حتى يصبح المرض متقدم. ممكن نشوف بيلة دموية، أحيانا كتلة، أحيانا ألم في البطن، نقص وزن، ظهور مفاجئ دوالي أخصية، وبتترافق أحيانا مع متلازمات نظيرة الورمية، ونشوف احمرار دم مثلا ستاوفر اللي بصير في عنا اضطراب الوظيفة الكبدية، اضطراب الكبد بس ما في عنا نقائل، يعني ارتفاع انزيمات كبد بس ما بدون نقائل. تشخيصيا هي طبقي محوري حتى ايكو، ناخذ خزعات اذا افات صغيرة او افات كبيرة بدون منزيلة بشكل بدون ما ناخذ خزعة طبعا، او نعمل تصوير طبقي مشان ماسح مشان تقييم النقائل. المراحل الباكرة ممكن العلاج يكون استئصال كلية جزئي أو جذري. اللي عنده نقائل مع وظائف جيدة ممكن نعمل عملية استئصال كلية. في عنا علاج موجه، علاجات الموجهة مثبطات الـ VEGF والمثبطات الـ M2R اللي هي أدوية جديدة، وممكن العلاجات المناعية بالأجسام المضادة مثل PD-1. سرطان الرئة في له عدة أشكال، في عنا سرطان صغير الخلايا، في عنا سرطان صغير الخلايا اللي بيقسم للأدينو كارسينوما، سرطان غدية والSCC، وسرطان كبير الخلايا. إذن صنفوهم لصغير وغير صغير، والغير صغير له
اصناف الغدي والاساسيه وكبير الخلايا. اهم عامل خطوره هو التدخين والتعرض للاسبستوز. ممكن يجينا بشكل نفس دموي، ممكن يجينا بشكل انتانات رئويه متكرره، ازله تنفسيه، سعال، الم صدري، احيانا بيجي بشكل متلازمات نظيره الورميه. مثلا ممكن يجينا بشكل كوشينج خاصه صغير الخلايا، فرط كالسيوم، ممكن يجينا نقص صوديوم اس اي دي اتش، او حتى ممكن يجينا بشكل تاثيرات ميكانيكيه للورم، مثلا ضغط على العقد نجميه فبيجي بشكل متلازمة هورنر بانكوس تيومر، يعني اللي بتسبب تؤدي لاطراق في العين وتضيق في الحدقه او الخوص وغياب التعرق في الجانب المصاب. تشخيصيا ممكن جاء صوت الصدر، نشوف آفة كتلية واضحة ذات حدود، وإذا في عندنا صورة سابقة لازم نقارنها. غالبا إذا العقدة يعني قديمة ومستقرة لمدة سنتين غالبا ما هي سرطان، يعني فنحطها بذهننا. أحيانا نكون عم نراقب يعني عقدة في الصورة الرئوية. ممكن ناخذ خزعه من الرئه عبر الجلد، او ناخذ خزعه من العقد اللمفاويه المحيطه، او ناخذ مثلا سائل جنب اذا كان في انصباب جنب، ناخذ دراسه خلويه، او نلجا للخزعه عبر تنظيف الفصلات. بالنسبه لسرطان رئه غير صغير الخلايا اللي قلنا هم ثلاثه، الاس اس اي والغديه وسرطان القصه الطبيه السمخيه، الاس اس اي بيكون مركزي التوضع، بيميل للتكهف مثل ما احنا شايفين بالصوره، بيترافق مع فرط كالسيوم عاده بسبب افرازه للبي تي اتش. سرطان الغديه بتنتقل بشكل مبكر، بتتوضع بالقمه مثل ما احنا شايفين بالصوره الثانيه، بسبب الم بالكتف وتنميل بالذراع مع علامات هورنر، اي مميزه لهورنر بانكوس تيومر. سرطان القصبيه السمخيه اقل ترافق بالتدخين، بتجي بشكل خلسي يعني ما بتبين عرضيه، واحيانا تكون على ارضيه مرض رئوي اخر. لازم نشوف اذا في نقائل، اللي اذا كان في نقائل ما في داعي للجراحة، ويعني اللي هو خيار علاجي جيد للسرطان غير صغير الخلايا. لازم نصنف الورم، نعمل تلقي محوري، تصفير بوزيتروني، نشوف اذا في ضخامه عقد لمفاويه، اذا في اعراض عصبيه ممكن نلجا للرنين المغناطيسي للدماغ عشان نشوف اذا في نقائل، او المرضى اللي نعمل لهم جراحه او اشعه نلجا للرنين المغناطيسي عشان مراحل اولى. سرطان رئه صغير الخلايا هذا غالبا بيتظاهر في مرحله النقائل، انه مرض شديد بيكون واضح جدا عليه، يعني عاده يعني ضخامه عقد لمفاويه عنصفيه او سريه. ممكن نلجا لتصوير العظام ورنين مغناطيسي الدماغ، مسح شامل بالتصوير بوزيتروني. وهذا المميز صغير الخلايا بيفرز كثير هرمونات بكتيريه وبتسبب لهم متلازمات تنظيف ورميه، مثلا بيعمل نقص صوديوم بسبب لنا اس اي دي اتش، فرط كورتيزون بسبب لنا افراز اس تي اتش كوشينج، اعراض عصبيه مثل لامبرت ايتون تميز بضعف عضلي داني، تنكس قشره الدماغ، التهاب الدماغ الحوفي، اعتلال الاعصاب المحيطيه، ممكن يسبب لنا ايضا ضغط على الوريد الاجوف بسبب لنا تنازل الاجوف العليا. سرطان الرئه بالمرحله الاولى والثانيه نلجا الجراحه مع الكيماوي وتشعيع الحوض. المرحلة الثالثة بس كيماوي وأشعة، ما في داعي للجراحة. المرحلة الرابعة هو علاج تلطيفي، اللي عنده نقائل دماغية بنلجأ للكورتيزون مع تشعيع الدماغ. إذا صار عندنا انسداد طرق هوائية أو متلازمة الأجوف العلوية أو صار عندنا نقائل الحبل الشوكي بعد ما نزيل الضغط جراحيا، بنلجأ لتشعيع الصدر. طبعا المعالجة الشعاعية بتحسن الألم، وخاصة الألام العظمية والحشوية اللي بتتميز بسبب التمدد المحفظة أو انضغاط الأعصاب. طبعا انصباب جنب العرضي بنبذل جنب ونعمل قسطرة يعني نسوي التصاقات جنبية عند الحاجة. طبعا المعالجة يعني بعد معالجة للسرطان غير صغير الخلايا ممكن يتعال إخضاعه للمراقبة بالطبقة المحورية بشكل دوري. سرطان المعدة أهم عوامل خطورته التدخين والكحول، القصة العائلية البدانية، قصة الإصابة الملتوية البوابية، العمر المتقدم، والأطعمة المدخنة. طبعا ممكن يتظاهر لما يصير المرض متقدم ومنتشر، ألام بطن، نقص شهية، نزيف أحيانا هضمي، عسر بلع، غثيان، نقص وزن. وممكن نشوف العقد سواء فوق التروة بترقوة بنسميها عقدة فيرشو، أو عقدة حول السرة بسموها عقدة ماري جوزيف. هيدي عقدة سيستر جوزيف، ماري جوزيف، وهي عقدة فيرشو. هي ميزة سرطان المعدة.
طبعا تشخيص اولي بنعمل تنظير هضمي، بناخذ خزعه من التوضع، واذا في نقائل احيانا بنلجا ل يعني الاي او اس اللي هو يعني الايكو عبر التنظير، وبتفوق احيانا على تصوير الطبق المحوري عشان نقيم مدى العمق او غزو الورم ومشاركه العقد الليمفاويه. هذا بفيدنا بالتقييم قبل الجراحه عشان نعرف امتداد الورم. اذا اورام موضعه نعمل علاج كيماوي او علاج كيماوي شعاعي بعدين نعمل جراحه، يعني نعمل هدأة بعدين نعمل جراحة مشان نخفف من الغزو الموضعي. طبعا بالسرطانات المنتقلة بنلجأ لعلاج كيماوي يوبلاتين. في عنا الهيرا 2 اللي شفناها بسرطان الثدي، ممكن ب 20% من الحالات تزداد عندهم، فبنضيف لها الدواء اللي ضفناه بسرطان الثدي ترانسوزوماب. في لنفوما مالطا لانها هي تترافق مع سرطان المعده، نعطيها العلاج الثلاثي بالكلارسوميسين والاموكسيلين والبي بي اي. سرطان الكولون والمستقيم طبعا عامل خطوره هو يعني ممكن نشوفه بداء كرون والتهاب كولون تقرحي، مثل ما قلنا يعني اكل الشحوم. هي قائمه للمتلازمات السرطانيه الوراثيه مثل داء البوليبات الغدي العائلي، اضطراب وراثي سائد، لازم نستأصل الكولون مباشرة لما نشوفه حتى لو ما كان سرطان، بس شفنا داء البوليبات العائلة لازم نستأصل الكولون. من المتلازمات السرطانية الوراثية متلازمة جاردنر اللي هو كمان عائلي داء بوليبات غدي، بس في له مظاهر خارج الأمعاء، ممكن نشوف أورام عظمية، ممكن نشوف أورام أنبولة الفاتر بالعفج، ممكن نشوف سرطان غدة الدرقية وأورام الأرومة العصبية نيوروبلاستوما. إذا جاردنر بترافق مع أورام أخرى ومظاهر خارج الامعاء مو بس بوليبات. هلا في سرطان الكولون الوراثي لكن غير العائلي، هذا كمان اضطراب وراثي سائد له معايير للتشخيص، لازم يكون اكثر من 3 اقارب مصابين بسرطان الكولون المستقيم، لازم الاقارب يكونوا درجه اولى لاثنين الاخرين، لازم يكون اكثر من جيلين متعاقبين متاثرين بهذا المرض، و واحد من السرطانات يكون تم تشخيصه قبل سن ال 50. في عندنا متلازمة لينش كمان هو نفس المعايير سرطان الكولون الوراثي غير البوليبي، يعني ما في بوليبات بس سرطان وراثي، وعنده طفرة الإبكام اللي بترتبط بزيادة خطر الإصابة بالأورام خارج الكولون وغالبا بطانة الرحم. طبعا لما بنكتشف بوليبات بتنظير الكولون لازم يصير في متابعة، والمتابعة تبعا واحد اثنين بوليبات انبوبية اقل من 10 ملي من نظر الكولون، بالتنظير 3 الى 10 اورام غدية بوليبية اكثر من 10 ملي، اذا عددها كبير وحجمها كبير او خلل تنسج عالي الدرجة كل 3 سنوات من نظر الكولون. اذا شفنا بوليبات غدية بفحص اكثر او يساوي 10 بغض النظر عن حجمها لازم يكون تنظير قولون بشكل مكثف اقل من 3 سنوات، ولازم نتحرى عن سبب وراثي للمرض اللي ممكن يكون داء البوليبات العائلي. سرطان الكولون المستقيم مظاهره السريري بيظهر بشكل نزف، تغير عادات التغوط، ممكن اداء زحير، نقص وزن، ممكن جس احيانا كتله بالمستقيم او البطن، ممكن نشوف ضخامه كبد، فقر دم بعوز الحديد. إذا أحيانا بتظهر لأول مرة الاستداد معه، فبيجينا بألم بطني وانتفاخ بطن وغثيان وأوقياءات وعدم خروج الغازات. طبعا إجراء التشخيص المفضل ما زال هو تنظير الكولون، لازم يخضعوا للاختبار الجزيئي للورم إذا كانوا مصابين سرطان كولون عشان نصنفهم ونحدد يعني مراحل المرض والانتقالات عن طريق طبق الماسح صدر وبطن وحوض، ونشوف المستوى المصلي للسي اي اي. السي اي اي الواسم الورمي المعروف ما بيستخدم للتشخيص او كشف هذا سرطان الكولون، لكن يستخدم للمراقبه، مراقب المرض كل 6 اشهر لمده 5 سنوات، وايضا يعني نلجا لتنظير كولون
بعد سنه من استئصال الكولون. طبعا العلاج هو اذا كان المرض محصور في الكولون في المراحل الاولى وفي عنده غزو محلي المرحله الثانيه جراحه. لما نشوف نقاء الموضعه المرحله الثالثه يعني موضع يعني حواليت الكولون نعطي نستأصل الكولون ونعالج كيماويا بشكل مساعد. بس شفنا نقاء البعيدين المرحله الرابعه نستأصل الكولون علاج تلطيفي وعلاج كيماوي. اذا كان السرطان بالمستقيم نعطي اشعه وكيماوي. لاحظوا الاشعه بس لما يكون في المستقيم. اذا مراقبه سي اي كست شهور، تنظيف كولون بعد سنه استئصال كل ثلاث سنوات ثم كل خمس سنوات، بعد ثلاث سنوات ثم كل خمس سنوات، وكل خمس سنوات نعمل طبقي ماسح. سرطان الشرج، طبعا معظم سرطان الشرج بترافقه مع عدوى فيروس الهيمومي البشري. ممكن نشوف نزيف مستقيم وانزعاج في الشرج. ناخذ خزعه منه ناكد تشخيص. ممكن احيانا يعني نشوفها بالتنظير الشرج او المس المستقيمي. ممكن ناخذ خزعه من العلاقه القويه الاربيه تكون متضخمه عاده. ممكن نعمل طبقي ماسح عشان نحدد المرحله. العلاج سرطان الشرج هو علاج شعاعي مع الكيماوي ميتومايسين. حتى بعد ما ننتهي من العلاج الكيماوي بتستمر يعني التراجع الورم بعد ست اشهر. ما في جراحه بسرطان الشرج، لاحظوا يعني هذا اول ورم ما بستطب فيه الجراحه. سرطان الكبد عامل خطورته هو التهاب الكبد بي وسي. لذلك لازم اي مريض التهاب كبد بي وسي نضل نمسح عنده الايكو كل ست اشهر. التشخيص منجا لما نشوف في الايكو في شيء نطلب طبقي محوري او رنين مغناطيسي للكبد. طبعا بيميزنا كثير يعني السرطان الكبد عن طريق الطبقي مع الحقن اللي بيعزز طور الشريان. ما في داعي للخزعه غير ضروريه. علاجه نستأصل الكبد ونزرع الكبد هو الخط العلاجي الاول. طبعا اذا ما في عندنا مريض تشمع وما عنده ارتفاع توتر رهيبه او ارتفاع بالروبين بنعالجه بالجراحه. اما المريض التشمع اللي عنده اكثر من 3 اورام او اقل من 3 سم او ورم اقل او يساوي 5، يعني 3 اورام اقل من 3 سم او ورم اقل او يساوي 5 سم، ما في غزو اوعيه دمويه، ما في انتشار لخارج الكبد، نزرع له كبد. بالمرضى ما بيستطيعوا الجراحه، ما بيستطيعوا زراعه كبد، ممكن نحقن ايثانول عن طريق الجلد او بالاجتساس بنعطي اشعه راديويه للاورام اللي اقل من 2 سم. المرضى المتعدد البرار مراحل متقدمة ما بنحسن نعمل جراحة وزراعة كبد أو علاج بالاجتزاز بالأشعة، نعطي تصميم بس بالكيماوي. في عندنا دواء اسمه سورافينيب بيطيل البقية يعني عن المرضى المتقدمين وعن المرضى النقائل. انتبه إنه في عندنا أورام اسمه أورام وعائية كهفية الكافينوس أنجيوما وفرط تصنع العقدي البؤري، هي اورام سليمه ما بتحتاج اي معالجه. سرطان البنكرياس بيتظاهر حسب موقع الورم ومدى انتشاره. ممكن يكون في الام بطنيه علويه، الام قطنيه، نقص شهيه، نقص وزن، يرقان احيانا يكون انسدادي. ممكن يسموها تروسو سيندروم. ممكن احيانا جس المراره نتيجة السرطان الضاغط على الأقنية الصفراوية مع اليرقان. نذكر فوازيب نعمل طبقي محوري متعدد شرائح مع حقن مادة ظليلة يكشف لنا سرطان البنكرياس. أحيانا الأورام الصغيرة ما بنشوفها على الطبقي، ممكن نشوفها على الإيكو مع التنظير الـ EUS. ناخذ خزعة عن طريق FNA. ما في داعي للواسمات الورمية للتشخيص SC19 CA19 9. العلاج الجراحي للمرضى يعني السرطان القابلين للاستئصال. الاورام الغير قابله للاستئصال، استئصال مع حاله متقدمه مثلا غازل للشرايين المساريق العلوي او الجزء الزلاقي. في علاجات مثيره للجدل، نعطي اشعه، نعطي كيماوي 5 كلوريوراسيل او علاج كيماوي لحاله. العلاج التلطيفي نعطي مسكنات الالام، نعطي اشعه، نقطع العصب الحشوي عشان نخفف الالم او العصب الزلاقي. وإذا كان في عنا استئصال طرق صفراوية نحط يعني ستنت أو شبكة بالطرق الصفراوية بشكل جراحي أو عبر التداخل عبر الجلد
أو عبر تنظير شبكة، فمن يعني نحرر الطرق. أخيرا الأورام البنكرياسية الغدية الصموية العصبية اللي هي عدة أورام تفرز هرمونات ضمن البنكرياس، وهي بترافق عادة الأورام البنكرياسية مع من واحد اللي بتضمن إضافة الأورام البنكرياسية أورام نخامية قدومات نخامية مع أفراد جارات الدرق. تفرز هرمونات فبتظهر تأثيراتها بسبب الهرمونات. مثلا عندنا الأنسجينوما بيفرز أنسولين بعد تأثيره وتظاهره بشكل نقص سكر دم متكرر، علاجه امتصاص السرطان بشكل جراحي. الجاسترينوما بيفرز جاسترين مع تحمل منه قرحات هضمية متكررة مع إسهال دمي. نعالج بالبي بي آي والعلاج بالجراحة. الفيبوما بيفرز لنا هرمون اسمه الفي آي بي بيؤدي لنا إسهال مائي نقص بوتاسيوم أحيانا ارتفاع سكر مع فرط كالسيوم ولا كلورولي، علاجه جراحي. جلوكوجونوما بيفرز جلوكاكون اللي بيؤدي لنا لداء سكري هون مع حمامة هاجرة منخرة مع التهاب لسان وصوارين وعلاجه جراحي. هي هي الحمامة الهاجرة المنخرة، بنلاحظ حوالي زاويين الفمين لسان والآفاق. سوماتوستاتينوما، سوماتوستاتين بيعطينا اسهال دهني مع داء سكري وحصيات صفراوية وعلاجها الجراحة. سرطان الدرق طبعا في له 4 انواع، الاشياء هو الحليمي بابيلوما 85%، جريبي 10%، اللبي 3%. في ترافق سرطان الغدي الدرقي اللبي اللي هو 3% مع المن 2 من واحد اورام بنكرياسي من 2 سرطان الدرق. طبعا اللي بوجهنا نحو يعني موجودات توجهنا نحو سرطان الدرق بكون العقيدات الغده الدرقيه صلبه شديده الصلابه متثبته على البنى المجاوره، احيانا تعملنا شلل الحبل الصوتي وضخامات العقد الليمفاويه الموضعيه للرقبه. مخبريا بنشوف ارتفاع بالكالسيتونين بسرطان الدرق اللبي خاصه. اذا رشفنا بالاف ان اي ممكن خاصه عقيدات درقيه اكثر من 1 سنتي، وبنشوف طفره البراف لما بيكون تشخيص غير محدد بيترافق مع السرطان الحليمي او الاشكال الاكثر دوامية من سرطان الغده الدرقيه. الاشكال الموروثه من سرطان الغده الدرقيه اللبي بتترافق مع طفرات بالجين الورمي الاول ريت. اي مريض بيتشخص عنه سرطان درق لبي لاحظوا انه لازم نعمل فحص لافراد الاسره كامله. علاج السرطان الحليمي اللي هو الأشعة مع الجريبي نستأصل الغدة الدرقية بشكل كامل مع اليود المشع. اللبي اللي هو الخطير نستأصل كامل الغدة مع العقد الليمفاوي المصابة بس ما بفيدنا هون اليود المشع. العلاج الكيميائي ما بيطيب وما بيحسن نوعية الحياة لدى مرضى سرطان الدرق المنتشر. في عندنا سرطان مجهول المنشأ. شو يعني سرطان مجهول المنشأ؟ يعني لقينا نقائل بس ما عرفنا مصدره فبنسميه سرطان مجهول المنشأ. في 3 إلى 5% من المرضى بيعانوا من أورام صلبة بس ما بنعرف منشأ وين الورم. هيك لازم نعمل تقييم سريري لنبحث عن الموقع الأولي الخطي. طبعا هذا البحث أحيانا ما بيحسن الإنذار ولا بيطيل المدة. لازم نركز الجهود خاصة الإنذار الجيد اللي بتستفيد على بعض المعالجات. يعني مثلا لا داعي لقياس سي اي 19 9 لنعرف انذار سيء، سي اي 15 3، سي اي 125 لانه غالبا بتكون غير مفيده وغير قابله للتشخيص هذول الوسمات الورميه. اين هن الاكثر شيء يعني نرجع للبحث فيهم؟ يكون في عندنا ضخامه العقد الليمفاويه معزوله، سرطان بريتوان خاصه عند النساء، سرطانات غير متميزه من غير الادينوكارسينوما. مثلا ضخامة عقد الليمفاوية ابطية عن النساء بنروح نعمل لهم تصوير ثدي رنين مغناطيسي. إذا كان إيجابي بنعالج حسب المرحلة، إذا كان سلبي بنعالج كمرحلة ثانية من سرطان الثدي. إذا شفنا ضخامة عقد الليمفاوية رقبية معزولة بنعمل تنظير هضمي علوي. بنعمل تنظير قصبات بنعمل تنظير حنجرة. فإذا كانت هدول ثلاثة سلبيات ما في سرطان معدة سرطان قصبات بس سرطان حنجرة نبدأ بالعلاج الكيماوي الشعاعي لسرطانات الرأس والعنق. إذا شفنا ضخامة عقد الليمفاوية أربية معزولة، نعمل فحص شرجي ونعمل فحص تناسلي. إذا كانوا سلبيات ما في سرطان خصي ما في سرطان شرج، نعمل استئصال للعقد الليمفاوية مع أشعة موضعي.
اذا طلع معنا سرطان بريتوان وحبل وما عرفنا المصدر، نعالج كانه عم نعالج سرطان مبيض، يعني ما لقينا المصدر بالتصوير، بنعمل جراحه للمبيض مع علاج كيماوي. اذا طلع عندنا سرطان غير غدي، ادينوكارسينوما غير مميز، بنعالج مثل الاورام المنتشه بالعلاج المحتوي على البلاتينيوم. بالنسبه للمتلازمات نظيره الوراميه حكينا عليها بمحاضره لحالها، هي عبارة عن تأثيرات بعيدة عن مكان الورم متعلقة ما هو الورم، ما هو نتيجة يعني ضغط من الورم، انه هي يعني عوامل يفرز الورم نفسه او بتحرضه الاورام لتفرزها. واحيانا هي متلازمة نظرة الورم احيانا تجي اثناء الورم واحيانا قبله، في مثلا نشوف ارتفاع كالسيوم، احيانا نشوف اس اي دي اتش بشمل من سرطان الرئة، خلايا كوشينج، التهاب جلد وعضلات احيانا تروح مع السرطانات الغديه مثل الثدي، لازم لامبرت ايتون مثل سرطان صغير الخلايا. احيانا بيجينا تاثيرات مباشره للاورام نتيجه الضغط، مثلا بعض الاورام مثل السرطانات صغيره الخلايا غير صغيره الخلايا ممكن تضغط على الاجوف تسبب لنا متلازمه الاجوف العلويه، ممكن تسبب لنا نقاء العظميه، ممكن تسبب لنا نقاء دماغيه، ممكن تسبب لنا انضغاط للنخاع الشوكي، احيانا بصير او تامورية. النقاء العظميه طبعا كل الخباثات تنتقل للعظام، بس اشع شيء البروستات والثدي الرئه والكليه والنقيون المتعدده اللي بنتشر للعظام وبيظهروا بالام عظميه وكسور عظميه. اين هي العظام اكثر شيء بتنتقل؟ للفقرات، عظم الفخذ، الاضلاع والحوض، هذول بنطلع عليهم بشكل جيد اثناء ما بنعمل صور لاشياء اخرى. يعني تشخيص عادة بتشخص نقاء العظمية بالغمضان العظام البون سكان، العلاج للنقاء العظمية بالتشعيع عشان نسيطر على الألم، نعمل جراحة أحيانا حالات خاصة، نعطي باي فوسفونيت، نعطي دينوس ومار. أما النقاء الدماغية أشعة خباثات بدنا نقاء دماغية هي الثدي والرئة والكلية والنقيوم المتعدد، ممكن يجينا بشكل صداع، ممكن يجينا بشكل إلقاءات، ممكن حتى تغير الحالة العقلية أو فقدان الوعي او طبقي محوري. العلاج نعطي اجراءات استرويدات كبيره ديكساميتازون والمانيتول اذا لزم الامر. اذا كانت نقيله وحيده احيانا ممكن يعني نستأصلها جراحيا ونعطي اشعه، اما النقاء المتعدده المنتشره فبدها تشعيع كامل الدماغ مع العلاج الكيماوي. اذا ما بفيد هون استئصال الجراح. نفهم شوي عن المعالجه الجهازيه للسرطان، في ست انواع من طرق علاج السرطان. يعني بشكل عام الاورام الصلبه عم نلجا للجراحه. العلاج الكيماوي هي يعني الادويه اللي بتدمر خلايا السرطان وبتاثر على سرطان بشكل عام. العلاج الشعاعي لما بنعطي اشعه معينه عشان نقتل خلايا السرطانيه ونقلص حجم الورم، ممكن احيانا يتم العلاج الشعاعي بشكل خارجي عن طريق اشعه خارجيه، او ممكن يعني بشكل يعني انابيب بندخلها بشكل موضعي لمكان السرطان فبسموه اشعاع داخلي. التارجت سيرابي العلاجات الموجهه مثل الاجسام وحيده النسيله مثل الريتوكسيمار، العلاج مثبطات الانزيمات تيروزين كيناز مثل الايماتينيب استخدامها بالسي ام ال، العلاج المناعي مثلا ممكن لما نستخدم لقاح البي سي جي ويعني المعالج مناعيا نحقنه داخل المثانه بعلاج سرطان المثانه، او لما نستخدم الانترفيرون مشان نحرض يعني الاستجابه المناعيه عند حالات سرطان الكليه وسرطان الجلد. العلاج الهرموني مثل سرطان الثدي والبروستات، عرفنا بسرطان الثدي تاموكسيفين والمثبطات الاروماتاز، سرطان بروستات الجي ان ار اتش. يعني هون يعني العلاج هو يعني بيمنع او بيزيد هرمون الاستروجين او التستوستيرون. طبعا شلون نعتمد على طرق علاج السرطان؟ مثل ما شفنا كل سرطان له طريقته حسب درجه الورم، حسب مرحله الورم، ويعني النقائل والحاله العامه للمريض. لكن يعني تثبيت الاورام بشكل عام الكيماوي لها تاثيرات جانبيه كثيره. في تاثيرات عامه مثل مثلا بنشوف تثبيط نقوي احيانا عند هذول بيعانوا غثيان اقياء واحيانا بيهر شعرهم الحاصه. لكن في بعض الادويه وهذا مهم جدا يعني نعرفهم بتاثر حسب يعني على الاجهزه معينه، مثلا في تاثيرات قلبيه مثل دواء دوكسيروبسين وترانسوزوماب بيؤدوا لنا لقصور قلب، دواء التاموكسيفين الهرموني بيؤدي لنا لخسار وريدي. إذا عملنا تشعيع منصف ممكن يؤدي لنا لتليف قلبي، تليف صمامي وتليف تاموري مع وجود
يعني احداث داء شرايين اكليليه مبكر. لذلك ننتبه التشريع اذا يعني ممكن نعمل يعني قسطره قلبيه اذا كان المريض عنده الم صدري وعمل اشعه من قبل حتى لو كان عمره مبكر. ممكن بعض الادويه تسبب لنا مثل البليومايسين تعمل لنا ذات رئه خلاليه او حتى الاشعه نفسها. ممكن ياثروا لنا على الغدد وخاصه قصور الدرق لما بشع منطقه الراس والعنق. ممكن يؤدون لنا يعني تاثيرات عضليه هيكليه تسبب تخلخل العظام خاصه الادويه مثل الجسرولين والليبرولايد والجاستراتين والمثبطات الاروماتاز. ممكن تسبب لنا سيسبلاتين اذيه للانابيب الكلويه. ممكن السايكلوفوسفامايد يعمل لنا التهاب مثاني نصفي ونعطي دواء اسمه ميزنا مشان نوقي منه وقايه بشكل عام المسرب الاندوكسان. ممكن ياثر لنا على الجهاز التناسلي الذكري عندنا عقم او على المبايض عند الاناث عندنا قصور مبيضي. ممكن تؤدي ادويه الاورام لتسرطن مثلا التاموكسيفين اذا طولنا في علاجه ممكن يؤدي لنا سرطان البطانيه الرحميه. المعالجه الشعاعيه الموجهه ممكن تؤدي لنا السرطان بالمري او الرئه او الثدي. ممكن نشوف احيانا بمعالجه كيماويه لسرطان الثدي لوكيميات او عصر تصنعات للنقي. في متلازمه اسمها متلازمه الانحلال الورمي، هي دائما يعني تحدث بعد 1 إلى 5 أيام من العلاج الكيماوي، مو دائما يعني احيانا تحدث ناجمه عن تحطيم سريع للخلايا السرطانيه نتيجه العلاج الكيماوي، خاصه بنشوفها بالخباسات الدمويه او الاورام سريعه الانقسام مثل ابيضاضات دم الليمفومات بوركيت ونون هوجكن. أشياء العوامل الخطورة هي الأورام الكبيرة فبتنحل بشكل أكبر، لما يكون عندنا ارتفاع كريات بيض، ارتفاع الـ NDH قبل المعالجة، إذا في عندنا قصور كلوي قبل المعالجة، إذا عم نستخدم أدوية سامة للكلية. لما بتتحطم الخلايا بتتحرر محتوياتها بيؤدي إلى ارتفاع البوتاسيوم، ارتفاع حمض البول، ارتفاع الفوسفات، وهي عوامل سامة بتؤدي لنا للمظاهر السريرية، مع طبعاً نقص في الكالسيوم. بنشوف غثيان، اقياء، اسهال، تشوش وعي، اختلاجات، تكزز، قصور كليه، اضطرابات نظم، احيانا بيؤدي للسبات والوفاه. بنشوف اذا ارتفاع بوتاسيوم مخبريا، ارتفاع حمض البول، ارتفاع الفوسفور ونقص الكالسيوم. الوقايه دائما لما بنعطي ادويه علاج كيماوي بنعطي ايماها جيده، ممكن نستخدم الالوبرينول بشكل وقائي ونراقب الشوارد بعد كل معالجه كيماويه مثل الفوسفور، بوتاسيوم ويعني الكالسيوم. المعالجة إذا ظهرت عندنا متلازمة الانحلال الورمي بنبلش إيماها سواء الوريدية بشكل أجريسيف كثير ونعطي خفضات حمض البول مثل الألوبرينول. هلا في دواء اسمه يعني رازو بيروكاز اللي هو حال يعني لحمض البول، إمتى نستخدمه؟ حالات عالية خطورة اللي بدنا تخفيض حمض البول بشكل إسعافي. طبعا لا تنسوا تعالجوا كرة البوتاسيوم وممكن نلجأ للديال الدموي إذا صار في عندنا قصور كلية حاد. من تاثيرات ايضا الادويه الكيماويه هو يعني نقص العمليات الذي يعني يؤدي الى نقص المناعه والترافق مع الحمى اللي بنسميها حمى نقص العضلات. طبعا لازم نوقي فيها من حمى نقص العضلات، لما نعطي معالجه كيماويه بشكل اجريسيف ممكن نعطي خاصه هي وقايه، يعني وقايه سنويه لما بصير في عندهم حمى نقص عضلات لما نعطي الجرعة الكيماوية الثانية بنعطيهم جي اس اف فورا. تشخيصيا طبعا هي حرارة اكثر من 38.3 او يعني فموية او 38 مستمرة لمدة ساعة واحدة. اول يعني تدبير لحمى نقص العضلات هو تحديد مين هن المرضى المرتفعين الخطورة، مين هن المرضى المنخفضين الخطورة. بتفرق معنا ب المريض قبوله بالمشفى او لا، ويعني احيانا طريقه المعالجه في الصادات الحيويه. الخطوره مرتفعه اللي عندهم اكثر من 7 أيام من نقص العديلات او تعداد العديلات اقل من 100 او عندهم امراض مرافقه يعني هامه مثل الضغط، ذات الرئه، الام البطن، غيرات عصبيه. خطورته منخفضه يعني اقل من 7 أيام، ما في اي امراض مرافقه او امراض قليله. طبعا لازم نعمل وظائف كبد وكليه، نعمل زرع دم عينتين في وقت واحد من كل قسطره وريد مركزي او محيطي. ممكن نعمل زرع من اي مصدر واضح للانتان، اي شيء بنشوفه مصدر انتان ممكن نعمل زرع منه.
ذات رئة مثلا نعمل زرع خشع، أنت عم بقول لنا زرع بول إلى آخره. بنشوف أي يعني أعراض بتوجهنا التصوير ونروح نبحث عن الأندام، مثلا صوت صدر إذا يعني بشكل بعض المراجع بتحطها بشكل روتيني، بس ما في يعني شيء روتيني بشكل عام إلا إذا في أعراض موجهة. إذا المرضى منخفضين خطورة مثل ما قلنا فوق نعالجهم كمريض خارجي بالعيادات مع مراقبة، يعني نقول لهم نتابعهم بعد 24 ساعة، إذا مستقرين خلاص نبدأ بالصادات الحيوية أوجمانتين مع سيبروفلوكساسين. المرضى مرتفعي الخطورة نقبلهم في المشفى، هذول عندهم مرضى يعني أكثر من 7 أيام وعدد مطلق تحت 100 وعندهم أمراض مرافقة، نقبلهم نعطي صادات حيوية وريدية إما بالعلاج الوحيد بالسيفيبيم أو الإمبينيم أو البيبرا سلين تازوبكتام تازوسين. طبعا اذا في يعني عضيات مقاومه او وصل نتيجه زرع الدم بنغير معالجه حسب زرع الدم، بنضيف لعقوديات الادويه الصادات العقوديات المذهبه المقاومه للسلين مثل فانكومايسين لينزولايد او الدبتومايسين لما بنشك فيها. امتى بنضيف مضاد فطري؟ بعد 4 ل 7 ايام من استخدام صادات حيويه واستمر الحراره، معناتها ممكن نشك بالسبب الفطري، نعطي الانفوترسين ب. طبعا نضل نعالج بصدات حيويه لحتى يصير العديلات فوق ال 500 او لمده اطول حسب يعني الحاله المريض. وجزاكم الله خيرا، هيك بنكون انهينا محاضرتنا بمراجعه الاطفال.